محمد نجاتي يرد على تسببه في طلاق منى عرفة. رفض ارتباط اسمه بهذه العلاقة عبر السوشيال ميديا، وكشف تفاصيل ظهوره مع منى عرفة في أحد مشاهد مسلسل فيلا 101. أوضح الفنان محمد نجاتي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية مع عمرو أديب تفاصيل ارتباط اسمه بأزمة منى عرفة، وأكد أنه فوجئ بالزج باسمه في هذه القصة، ووجد أبناءه يسألونه عن حقيقة الأمر، وأكد أنه لا علاقة بينه وبين منى عرفة، وأن كل ما يجمعهما هو المشاركة في مسلسل فيلا 101. وخلال التصوير كان أحد المشاهد يتطلب أن يقوم بحملها، لكنها رفضت وقالت إنها اتفقت مع منتج العمل على عدم تنفيذ هذه المشاهد، فوافق المخرج على تأجيل المشهد حتى يتأكد من الأمر، لكن أحد المشاهد كان يتطلب منها أن يمسك يدها لجس النبض ولكنها رفضت، فأصر المخرج على تنفيذه حتى يكون المشهد واقعياً. وفي اليوم التالي فوجئ بتداول أنباء انفصالها عن زوجها محمود المهدي. أكد نجاتي أنه سوف يتواصل مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي يوم الأحد، وذلك حتى تتم دراسة العقد ليتعرف على المسموح له أثناء التمثيل مع منى. وأنهى نجاتي كلامه بأنه يرى مثل هذه التصرفات إهانة لمهنة التمثيل. زوج منى عرفة أعلن مؤخراً أن زوجته تضع شروطاً مع المنتجين قبل البدء في أي عمل فني، ومن أهم شروطها أنها تمنع اللمس والتقبيل وحملها من أي شخص، وأكد أن هذه الشروط تضعها الكثير من النجمات قبل التصوير. كان محمود المهدي عندما أعلن انفصاله عن منى عرفة قال إنه رجل شرقي صعيدي ولا يقبل بعض تجاوزات في عملها كفنانة، وأن قرار الانفصال كان بسبب رفضها التنازل عن حياتها كفنانة. بعد يومين فقط صرحت والدة منى بأن الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي، وأن خلاف ابنتها وزوجها كان بسيطاً ولا يستدعي الانفصال.